يا اخوان هسه احنا الحكومه، احنا ايش رايدين الحكومه؟ الحكومه اريدها تنزل للشارع تشوف هاي معاناه الشعب ايش بيها، تنزل تشوف العالم ايش بيها، بطاله تعبانين حصه ماكو، الكابمه من السلمه لحد الان كل شيء ماكو، يعني خلى بس الطحينه. انتم يا حكومه تقولون احنا احسن من صدام، يعني تطلع على المقبور صدام، ولكن انتم طبقوا قوانينه، كان يفتش حتى بالجداري ويشوف ايش بيها هاي العالم، ايش بيها هاي الناس، عندهم اكل ما عندهم، من استلمتوا الحكومه لحد الان انتم نزلتوا من الشارع وشفتوا العالم هاي ايش بيها ما بيها؟ نزلتوا من الشارع؟ اسالكم بالله، اكو واحد نزل من برلمانيين ودخل للناس هاي وفتش بيوتها قال لهم انتم محتاجين؟ من الموظف؟ من اللي صايب الدهر؟ من صاير بيه مشكله؟ شو هذا مريض؟ هذا كذا؟ لو بس معاناتكم ومصالحكم، بس مصالحكم تردونها انتم، ما تردون مصالح الشعب هذا، ومن صير انتخابات تعالوا لنا الحقوا لنا انتخبونا، لا ما ننتخبكم، انتخبوا هاي الناس الفقراء، شوفوا هاي العالم صاير بيها، شوفوا هاي الناس صاير بيها من معانات، لو بس حكي تردون تطبيق وتحطون بجوبكم، وكل واحد حاط له مصرف بامريكا وباسرائيل وما ادري وين وبالامارات وبغير هاي الدول، اطلعوا للشارع شوفوا العالم ايش بيها، هذا مو عدل. انتم تقولون شيعه انزلوا طبقوا قانون علي بن ابي طالب، الان انتم شيعه طبقوا قانون علي بن ابي طالب، 4 سنوات حكم الامام طبقوا قانونه ولو محشار، محشار شلون الشاعر شو يقول؟ الشاعر يقول محشار ما فعلوا بني اميه كما فعلوا بني العباس. شوف الامويين ايش سووا وشوف العباسيين ايش سووا. العباسيين لحد الان 1500 سنه هم يخربون بالاسلام، بينما الامويين سنه واحده وانتهوا، وانتم انقص من العباسيين. صباحكم فقر وجوع وضيم من وسط ناسنا واهلنا العراقيين، شعب قتل الجوع يا مسؤول يا رئيس الوزراء، شعب تعب، شعب تعب، خلي ايدك بيد الشعب والشعب يوقف وياك، قدم للشعب، قدم للشعب العراقي، قدم للشعب العراقي، خلاص العالم محتاجه، العالم جوعانه، عالم فقره، كافي كافي بس بجيوبكم وتفكرون بس بنفسكم وبعوائلكم وبمناصبكم وبحماياتكم واقاربكم، كافي فكروا بهذا الشعب الفقير، هذا الشعب اللي وصل الى مرحله جاع تعب. من يوم اللي انتو من يا اسلام حسب الله ونعم الوكيل، شلونك عمو؟ شلونك؟ صباح الخير. شلونك؟ صباح النور. شلون الوضع؟ الوضع والله مو زين. ايه. خذوهن وراهن. شنهن؟ الفليسات. ايه. فلانة فتانة ويا ابن فلان، هذا المرور واقف ليل ونهار العقيد. ايه. والمرور هذا. ايه. خرف الله عليهم هم يوقفون السيارات بالخير وبالهاي. وضعنا خير من الله. اي لا ما احكي انا على غير شيء. هاي هاي الناس الفقره الجوعانه التعبانه، هذا يبيع شو اسمه؟ لكن يوم يجيب منك 30 ورقه، تعال حجي. مي هسه حجي. تعال يجيب منك 30 ورقه يسوي له راتب. حرام حلال. هذول الواقفين هاي الضباط والهاي. خلى حاليتنا واخواننا. هذا حال العراق، هذا حال العراق. شلونك ماما؟ الله يسلمك ياسر، شلونك؟ الله يستر عليك. عندي شكوى ياسر. والله عندي شكوى، اوجه مناشدة لمجلس القضاء الأعلى. نعم الله عليك، بالشهر السابع طلقوا قروض الرعاية. هي الرعاية شنو؟ هي حشاك جدوى. هي الرعاية مو راتب، والله العظيم هو هي جدوى. هي لو 200 لو 300 هي جداوة وكل شهرين. فطل... يعني بالشهر 150,000. اي والله طلقوا يعني باليوم 5000. اي وانا عندي مدارس وخاص شو تكفي؟ فطلقوا قروض على الرعايه، انا فرحت اخذت اوراق ورحت لابو سعد المختار. إيه؟ بالعويدي انا ممير صهر عباس علي، رحت قدمت على قرض، قال لي ماما قرضك 15 ورقه. وين؟ قدمت قرض الاول شركه الجود بالبضاعة الجديدة مقابل الكنيسة. زين. شركة جود حولتنا وين؟ زين. على شركة الروعة بالحلة. زين. وقعوني على 15 ورقة، قبضوني 10. ليش يقبضوني 10؟ مو حرام يقولون هاي الخمسة راحت ترويج.
أنا لا أعرف ترويج، لا أعرف أقرأ، لا أعرف أكتب. هاي وين هسه بعد علي تسديد 18 شهر، أنا أتغدى ما أتعشى. لو منش 500 دولار؟ والله ما أعرف 500 دولار. بصمتي أنت على شقد؟ بصمت أنا على 15 ورقة. أنا ناشد القضاء الأعلى. وناشدك لك ياسر أن تنظر بقضيتي، وكل واحد يعني يشوف قضيتي مسؤول مصطفى الكاظمي. أنا حتى من خلال حكي أنا ما أعرف كل شيء، لا بالقضاء لا بالكل شيء ما أعرف. باقوت شقد؟ 5 أوراق. باقوت شقد؟ باقتني سارة. هي شقد هي؟ هو القرار ايش قد؟ 10 15 ورقة. ايش قد الطول؟ 10. مو حرام؟ الله عليك حرام لو مو حرام. وين الاسلام؟ طبعا وين الدين؟ انا قاعد حواس. هاي عافوا الدنيا ركضوا ورا الفقير؟ هم استغلون احنا رعاية، قلت لك احنا رعاية. انا هاي مسكن ما عندي، انا قاعدة بقراج مع السيارات بالعشوائيات. انا قاعدة انا يعني شو اقول لك؟ انا ضحك علي اروح اشتكي يقولون القانون لا يغفل المغفلين. لا يغفل المغفلين. ايه يعني لا يحمي. ما اعرف. حشاش حشاش انت مو مغفل حشاش. والله العظيم يا اسطى سوي لي شارع. انا بشاربك. ها سوي لي اسعى عليه تسديد 18 شهر. هو انا اتغدى ما تعشى. عيشتنا صعبه وهي الرعايه جدوى. الرعايه اذا صعدت واذا نزلت هي جدوى. اي جدوى. اي لا تبكين يما لا تبكين لا تبكين. طلعونا ذكيه هسه ذكيه ماتي بس تحولت شركه الروعه المستنديه بشارع الخيزران. كل ما اروح استلم يطون هسه 65 اروح بتيك تيك ب 15000. ما حد يطب بشارع الخيزران ماكو عليهم عبريه. تيك تيك ب 15000. هي هاي لا كلهم صعب ضغط وقاعد من دارج. ها صعب ضغط وقاعد يعني 35 راتب 400 الا 10 400 الا 10 يسلموني 35 انطيهم خط مدرسة قرطاس ياسة ما عندنا جهالي. انا عندي معاناتنا انا واحد وطاط تدميني الذكية بس طلعوا لي ذكية كل شيء مالي لكن احجار بس الذكية طلعوا لي اياها. اذا كل واحد يشوفني اناشد جمال الكربوني أنا أجي السيد كاظم مصطفى مصطفى الكاظمي. أي واحد يطلع يشوف حالتي بقراد أنا والشلاب حاج السامح مكرم السامح. أنا والشلاب هاي القراد بالعبيدي قراد حسين تبان. والله أنا والشلاب بالعشرة زلمن يطلع الباب هالكبرة شنو ببابنا. طيح الله يحفظهم. والله ما عندي مكان. الله لا يوفقهم. والله ما عندي مسكن. السرطين هالسرسرين. انا ماني كش كش طلعوني ذكي. ان الشال الفاسدين. انا بيجال بيجال طواوع. هسه من ذا احكي لا 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 عين لا عين لا انا بيجال طعن. ها شنو يما ذا يساعدك الرجال؟ لا لا ما اريد لا انا ذكي ما تعيش. لا عيش يا ذكي ما تعيش. يا قناع ال 15 ورئيس المنعزل. طواوع. يوقعنا على 15 يساعدك الرجال. ليش ما رضيتي يساعدك؟ زحمة زحمة ان شاء الله يساعدك. لا زحمة زحمة عسى ابقت الحكومة. انا اسد القضاء الاعلى. انا خيتكم لا اقرا ولا اكتب وعيد جهال الطلاب هسه من قاعده ما راح حتى الخميس امي يوم يداومون. بس بس علي ليش ما رضيت؟ ضوع علي ما عيب ذله 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 ذلة ذلول الشعب ذلة ذلة عيب. ليش أنا ليش أنا ما عندي 25 ليش ويطيني أدر راضي باني 400 واخذوها باقوها من عندي. أنا أشد في الشريف. أنا مرة المرة المرة كائن حي فقير خطية. المرة إذا صار لي يرجو تخاف. أنا عائلة 7 جهال أرملة صار لي من 2014 لا 2007 يعني لو يخافون الله لو يستحون لو ذرة غيرة بيكم. والله لو ذرة غيرة بيكم بس الذكية ما كان بكتوا مرة وبهالعمر هذا ووضعها أسوأ من كلمة تعبان. بس شو أقولكم شو أقول حرامية حرامية مثقفين ساقطين سرسرية فاسدين نشالة. شو اقولكم شو اقولكم شو اقولكم شو اقولكم يعني بعد بعد شنو اكثر اكثر من هذا الشيء اقوله ما يسمى بالحرام المثقف.
حرامية مثقفين. اوقف عن موقف السجين. 18 شهر يقول لي سنددي وانا مين لو سندد؟ 18 شهر راتبي كله ياخذون يعطوني 35 انطيني السحب للنسواق طلاب مدارس عنده 7 باقي لي التسديد 18 هو قاعد ورا الميز واقول له ولد ايش قد تقطع الاستقطاع؟ هاي 35 ليش عيني؟ انا ما اعرف بالقرض زين ندبر لك العشر اوراق وترجع الذكيه لو ما حملته 1.5 مليون والله جيراننا قال لي امير انا ادفع لك 10 اوراق من الله يسهل عليكم ملكه الله ها رضاو قال لا شنتي حملت 1.5 مليون مليون ونص يقول لي حملت قلت له ولي مال مخانيث ليش ويكمنيه ولي ولي والله حس والله حتى طريقي بعيد اي والله صدق ولي مال مخانيث بالله الكريم والله العظيم حرام حرام جاي شفنا منك حتى عين هذا القفل انا بيشل نصفي يعني زرته بي اوقع ما ادري ساعه واموت ضغطي صار صفر اعطاني 35 شو اجيب بيها؟ شو اجيب بيها؟ والقران القصاب القصاب ما واصل فوقاهم من اصله هذا؟ الله يرضى عليك مشكلتي ياسر صور يا يمه هسه هاي هسه هاي باع فريها على الكاميرا فريها فريها خلي نشوف منو يقدر يسال هذا الموضوع هذا الموضوع مو انت المشكله انت انت باصمه بضرباتك ياسر انا اقول لك مثلا هاي الحاجه بهالقد واحنا كل شيء قال نصدقه يا يمه هي وقعت كذبوا عليك كذبوا عليك قالت لي لا تحكي هاي الكاميرا عليك لا تحكي باعي لا تنداري لا تبوعين لا تسولفين قولها شنو ارهابي يعني اي اي شنو لا تندارين شنو لا تسولفين شنو لا تحكي اهل السيديه استدعوا ساره الحراميه خليني اقول بهالمفرد استدعوا هاي اللي باقتنا 5 اوراق كان تقول حق هذا القران اني انا شوي اسوء انا ما شايفتك أنا ما شايفتك، ليش ما شايفتني؟ سارة عيني هي مو أنت أخذت 5 أوراق، أنا لا بقرآن ولا شايفتي شاري أصلاً، وأنا لحق بيه. مو بايقة منه هواية؟ أنا ما مو من واحد واثنين بايقة منه آلاف؟ أنا ويقول لك ما شايف. والله. تيهت؟ تيهت بيناتهم تيهت. الله يكون بعونك يمه، الله يكون بعونك، شو بيها اللبلبي؟ لا أنا ما أريد أطلع هسه خلينا نشوف لك عارف شو بيها. طلع لك يا مالتي. كل من يشوفني وراسه غير صار يطلع الذكيه بشركه السيديه بشارع الخيزران صار يوم ما انا اشوف انا تواصل وياك صار تومرين تومرين هذا مشكور صار بالسلامه ابوسك من راسك هلا بيك هلا بيك يوم هلا بيك ها شنو هاي هذا مو لا قرايبه رجال ضرير اعمى والمكاتون واهله معوقين وبس هو يشوف نص ونص والمكاتون لاهله ومعيش اهله ومعيش اهله هو فقير خطير ما عنده يعني ما يروح هو شوف عيونه هاك هذا شوف عيونه هالشلون شلون بالشارع شلون المكاتون يلم ومعيش اهله نص ونص شوف فانتم مراعاتكم عليه يعني انتم بعد ما شوف المسير صباح الخير شو اسمك انت عمو عباس شنو عباس شنو شغلك شو تسوي فيلم كرتون زين عباس انت شنو عينك ما تبع بيها ابد؟ لا شويه شوف شويه؟ شويه رحت راجعت يراد لك عمليه قالوا لك شيء؟ سووا له عمليه خطيئه قبل قال من يكبر بعد شويه ونسوي له زين عباس اهلك وين؟ حي النصر حي النصر زين زين احد موجود هنا أنا ابوك اهلك وياك احد موجود وين اخوك جاي لهم كرتون النسو وياك وين اخو وين اخو وين اخو وين حتى نقدر نتواصل ويا اخو حتى نسوي له العمليه اوكي ما بس صبري لي استاذ معتز صباح الخير يحفظك الله استاذ معتز يمي طفل انا اليوم حلقتي من حي النصر يلي طفل اعمى ما يباوع وشوي هنا عنده عين وحده يباع بيها شويه وهو الطفل يلم كرتون من الشارع واتوقع بانه يحتاج لعمليه شلون نقدر نساعده؟ ما شاء الله نقدر نساعده احنا حتى هسه فرق اجنبيه قاعد تجي للعراق نعم فيتوجه لنا حتى ينعرض على اللجنه العراقيه هي هو اللي خسر الاجنبيه تفضل مكتب السيد الوزير باكر وحاضرين بالخدمة. وانا جدا ممتن لك. شكرا استاذ معتز. عمو بس باوع هسه انا شريت منك تندل بيتهم انت؟ اي انا اندل بيتهم. تندل بيتهم. عندك تليفون؟ اي عندي تليفون. هسه راح تاخذ رقمي تاخذه انت. اي بيدك باكر ايه. وزارة الصحة. نعم. امام الله يعني. امام الله اي والله. انا علي ابلغهم واطيهم. ذمه برقبتك. اي والله.
تاخذه انت بيدك إيه؟ توديه باكر وزارة الصحة إيه؟ اوكي راح تاخذ رقمي إيه؟ تروح المكتب وزير الصحة الاستاذ معتز إيه؟ راح يعرضوه على لجنة عراقية ومن بعدها يعرضوه على لجنة اجنبية إيه خوش حتى يسوي له العملية مال العين ممنونين جدا نعم هذا واجبنا قول يا الله اذا هو التوالي واحد يساعد لك بس عندك تليفون اي عندي تليفون سجل يمك رقم تليفوني اعطيك رقم تليفوني هاي 077 اخذه اخذه يلا عمو تدلل استاذ ياسر شنو هالحال هذا ما تقول لي شنو هالحال هذا حماده اخذ رقمه وطي رقمي وباكر هو لازم قبل التسعة الا ربع 8:30 بالوزارة حتى يفحصون الطفل ها ماما حجية تعالي يما تعالي صباح النور يما انا بالايجار وما عدي وهسه البنية هاي داومت بالايجار داومت البنية بالمدرسة هسه شوف لميت 3000 سدرية ما عد والولد اللي كنت علي غط بالنهر ومات بالنهر مال النهروان سبح ابنك اي وغطى وراح هذا اللي كنت علي ظليت انت وبنتك انا وبنتي ظليت وما عدنا شنو هاي 3000 من العالم هسه لميت لا تقدمين السدريه اي اقدم ما عدي والقران الكريم بالايجار 200 اللي بقاعده والزلمه قاعد بالبيت زين قاعد وساكت والولد راح على مود 15000 يوسف راح ابني ما عدي بالعباس هاي البنية هسه يريد يزوجها شلون ما كان يذبها ستة زوجتين حتى بالميمونة وحدة بالميمونة ذيك بالضيم حالها زين وكل شي ماكو لا مصرف ولا شي وانا لا اخ ولا اب كل شي ماكو تايهة المالك والقرآن زين كل شي شنو ترضي يقول لي شنو ترضي اريد هسه بس اريد اشتري ملابس للبنية جاي داوم بالمدرسة قد ملابس بدي هيك 15000 هيك ما عدها ملابس ما عدها حماده هاي خلص هم يريد يعطيها شلون ما كان مو اريد 2003 صغيره ومو مال زواج سبعه وزعتهن والله والغران اعطيتهن للعالم الكبيره انتحرت حرقت نفسها وماتت اي الكبيره انتحرت سبعة هسه انا وليدك ان شاء الله الله يرحم الراح الله يرحم بعد عمر يوسف على سبع بنات طلبته من حي يوسف وراح بالنهار وراح قول يا الله قول يا الله هسه هاي مال الامور مال بنتك المدرسيه احنا نتكفل بيها عندك تليفون؟ اي عندي اي راح تاخذين رقمها انا اتكفل لك فيها هاي سهله صارت تدللي تشتري لها هسه لين راح تداوم اي هسه اليوم تشتري لها تشتري صيدليتها بس 15000 سبعه ما حصلن هذا الرادنه وهي خطيه هسه حصلتها اللي تريده راحت الهاي كملت مال ثالث وراحت هاي مال تمريض خطيه ما ادري شنو اعداديه الصناعه ايه وكيفت قالت يمه حتى لو 50000 كل شهر يعطوني ومكيفه والله هسه يقلها والله ما عندي ملابس انا اشتري لك هذا من يقول ابوها وقاعد بالبيت يكنك بالبيت وما يطلع للشغل والله العظيم والقران الكريم قاعد بالبيت وقاعد يمنا وساكت زين شو اسوي انا لا حول ولا قوه ما حد يشتغل حتى قاعد 325 يعطي 200 للايجار وذني يبقى انا جدي والله منا ومنا بالقران الكريم والله ايش بعظيم يا عالم شوفوا يا حكومة والله شو بعظيم يا ناس ستة طيتهن شلون ما كان وزعتهن وينها وين هالبنات علمتهن وجور النقل شتها طيه بيعديهن والشكر طيه جور نقل للمعلمات قلت اوصلهن ما وصلن وراح للناس شلون ما جاب يعني ما يعني هو سبعة حد يقول سبعة امامه يما غير اكو رجال بالبيت يشتغل اكو رجال متقاعد قاعد على التقاعد حتى كانت عده تكتباحها وقام يقرب لي برجع شوي والقران كل شو ماكو والحسين ابو عبد الله زين وصدقوني يا ناس يا عالم انا يتيمه ما عدا احد يلا قول يا الله قول يا الله قول يا الله تعال قول يا الله قول يا الله يلا حماده قول يا الله لا تبكين يلا قول يا الله يلا يا يلا قول يا الله قول يا الله صار هسه هيك صار لا اخو ورخاف لا ابن عم بي خير كلهم متبرين يلا الله لا يعودك على احد احنا ولدك قول يا الله يلا تعال حماده تعال صبرت صبرت والله صبرت صبرت عمري يا يمه
والله سنين صبرت حتى مريضة هسه فلوس علاج ما عندي والله. فلوس علاج هسه راح يحكي لك ستي كذي بس صدرية. اي ريس صدرية الها وبعد وهي قميصي وحذاء ما عاد قد يصير يتكلفني يمكن 20 هيك. يلا ديال يلا بالسلامة صح. يلا قولي يلا قولي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اجي الحكومه بانشاء بانشاء فرص عمل للشباب القاعدين قاعده لا فرص عمل ناس قاعده تشغيل المعامل على تشغيل المعامل عندنا نفطات باقوا الفلوس باقوا النفط باقوا الخزينه هسه الناس قاعده انشاء فرص عمل هاي الشباب القاعده تعال تعال وشكرا مع التحيات راح للمريان ما عندي شلون شلون هاي عمل من الدار مال الايتام عندي اربع بنات اربعه وزلمتنا مريض قاعده بلا جار والله ما عندنا والعباس ما عندنا كل شيء لا عندنا راتب لا عندي جنازه انا وبناتي ولا عندي حصه وكل شيء ماكو كيفيك هذا الوقفه بدون عمدان هنا اروح اجدي هنا انا على مود اكل انا وبناتي يقبل ضميركم بالعباس حتى حمامات ماكو اسبح بالعباس وانا احكي صدق والله يطلعون علي خلي يطلعون علي يشوفون ما عندي حتى غراب ما عندي والعباس لا لا بس انا اوحي الصوره خلي يطلعون علي يشوفوني والله انا هم مثلكم عراقيه بس لا جناسي ولا غراب ولا حصه ولا بيت بيه حظ وطلعوا شوفوا بيت القاعده بيه بالعباس تبكي على حال والعباس العالم طتني فراش ما عدي والله كل شيء ما عدي اطلعوا شو بيتي لا لقيت لك بشير قاعد نبن عنك لا عشاش لا انا مرتاح وذاك الدار مال الايتام محشومة صادقة وعدي شهود صادقة الله شنو الدار مال الايتام شنو الدار مال الايتام دار مال الحنان يعني احنا من الدار انا وزلمة ما عدنا اهل يعني قاعدين بالدار انولدنا بالدار انولدنا يعني مثل ما تقول ذول اللي يلقونا واحنا بالقماط يربونا بالدار هذا مال الرشاص ها صدام حسين طلعونا هسه قاعدين حاليا انا بسجن النساء زين يا عيني اي ما عدي والله راتب ما عدي كل شيء ما عدي بالعباس اطلع وياي وشوف حالتي والعباس وشوف زلمتي ذا حتى هاي ما تعوينات عدي بالعباس روحوا وشوفوا شوف بناتي يعني بناتي كبرن ما عدي مدرسه ما عدي جنازه سجلها ليش ما عندي جنازه انا ما عدي جنازه انت اصلا ما عندك اي اي يردون مني فلوس يردون فلوس محامي من يرد منك المحامي ما عدي راجع من اريد اراجع شلون اراجع اروح اجيب كتاب ويحط كتاب ولازم محامي روح شوف وضعيتي اطلع ويا هذا بيتي بالرشاد اطلع ويا وشوفني ما صدق اطلع ويا هاي انا ساعد ايش بيها ها جناسي انا ساعد بالشارع انا ساعد ايش بيها الجناسي انا ساعدك وانا ساعد ايش بالمحامي صار انا ساعد ايش بيها بس شريد منك شريد منك تليفون عندك عند هاي الصغير بالبيت عندنا هذا الصغير يعني اكتب لك رقمي وتخابريني حتى تدليني الولد هذا جوارينا هو يخابرك وانا وياك من يموت تعال علي اي بعد روح انفد ولين عالك والله مليت انا من حكيت هيجي طلعت روحي ما خليت واحد ما رحت بس حتى النعل اقول لك الصدق ماكو ماكو جار يعني انا مرت اعيش للزلمه واعيش اربع بنات منين اجيب والعباس سلام هناك يا مو بالكاهه اجد كفي لك العباس انت محتاجه جناسي الك والجهاد اي ما عدوا والله وقاعده بلا جار والله بيت ما عدنا يجيك بلا جار والله العظيم ذاك اليوم جانب 12 بالليل مرته جت تغلط عليه طبوا علي لي بيتي يقول لي ما يعجبك الشيء لي والله حتى خدمات ما ابي اسبح بالعباس خاف يعني انا ما عدي حتى غراض ما عدي زين الله وكيلك بالعباس كفيلك وهذا الوقف احنا اهل المنطقه هاي وحده من الالوف زين زين اكتب لها رقمك اكتب لها رقمك اكتب لها رقمك استاذنا العزيز مناشد الوزير الداخليه انا يعني تبشرنا خير من نجا بصراحة أنا جريح إرهاب يعني عدي أمر من عدنان الأسدي إصابة أثناء الواجب ومن جراءها فانصبت إصابة ثانية أنا أحد متسبي الشرطة الاتحادية أنا بس مناشد الوزير الداخلية حتى يوصل صوتي من خلال قناتكم جزاكم الله خير أنت مشكور ومشكور القناة اللي زارت هاي المناطق بصراحه مناطق المنكوبه اللي هي تبدا من الرشاد لحد الحسينيه هاي ناس احكي لك صراحه انا احكي على لسان هاي المره يجوز انا يعني شويه يعني اموري ماشيه هاي وحده من الاف
ارجع واقول لك مناشده الوزير الداخليه من خلال قناتكم. عندي اصابه اثناء الواجب بالمدائن، فانصبت بال 2007. اصابه ثانيه هم مرهاب، فمن سويت تفاقم حاله باللجان الطبيه طلعوني براتب 400,000 410. حاليا اقران ايش تاخذ تقريب مليون. انا اصابت اثناء الواجب من حالوني للجان الطبيه. طبعا حتى يسمع وزير الداخليه من حالوني، يعني حتى يقارنون بين الحالتين يسمونها العفو شلون هي بين الاصابتين حتى يعرفون. هسه اللي تريده شنو؟ بس فهمت. بس يوصل صوتي من خلال قناتكم. شنو اللي تريده بتحتاج؟ راد من يمي ابو اللجان، راد من يمي 60 ورقه حتى يمشي هاي الحاله، نفس هاي الحاله. منو؟ اللجان الطبيه الموجوده هسه الموجوده. اللجان موجوده، هاي اللجان مال وزاره الصحه والداخليه. لا مال الداخليه. الموجوده على القناه حتى يعرف وزير الداخليه. 60 ورقة أنا مصاب أثناء الواجب ومن جراها. 60 ورقة حتى يمشوا أمرك؟ ألف رحمة. رشوة والله. حتى تطلع تقاعد لو شنو؟ حتى يمشي أمري، حتى يمشي الأمر أنا مو قلت لك عنده إصابتين؟ حتى يمشي الأمر يا أمر. الأمر البي موافقة من عدنان الأسدي. إيه. وبصراحة مع احتراماتي يعني النواب اللي هنا يعني خافوا المثل، يعني احكي لك حكايه وهي محسوبه عليك. تسمع وزاره الداخليه، السيد وزير الداخليه المتحدث باسم وزاره الداخليه، مدير اعلام وعلاقات صابه اثناء الواجب. نسمعوا عمي، سمعوا اثناء الواجب والله. باع الرشوه العلنيه، ايش يصير؟ واول ناس احنا دخلنا المدائن كانت المدائن والله العظيم نزلنا للشط خمس جثث رابطينهم ببلوك ومنزلينهم بالشط يعرفون كلها، وكانت اول ناس احنا دخلنا للمدائن. ان شاء الله يصل صوتك. حياك الله. وش مناشده ثانيه؟ حياك الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خابرين. انا راشد. انا راشد من خلال قناتكم الموقره الشريفه. عندي تنخر بالمفصل اني الايمن والايسر. انا صار 7 سنوات. وايد هاي العربانه بيعن لبلبي. ها انتهى على بعض زين. وين اروح المستشفى يقول لي جيب لك مفصل اشتري، والعمليه مالتك ب1.5 مليون واشتري لك مفصل. انا عندي كوما جال وقاعد بالاجار، وهذا بيت وروح شوف بيت ايش بيه ما بيه. ادي هاي الحبايه اشرب واحده باليوم، اذا اشربها امشي، اذا ما اشربها ما امشي، لازم يتبدل المفصل هذا. زين. وعندي رنين. زين. وعندي تقارير. بس انت تريد تبدل المفصل، تروح باكر لوزاره الصحه ويا الولد الصغير الطفل الاعمى؟ انا اروح، انا انسان يعني شوف انا انسان بس هسه تفهمني. نعم. تغدى تريد عمليه يبدلوا لك مفصل؟ اي والله. تروح باكر لوزاره الصحه حتى يفحصوك يتاكدون من وضعك ويسوي لك العمليه؟ عندي كامل رنين وعندي تقارير. تروح باكر وزاره الصحه اخوي، تروح باكر وزاره الصحه؟ اي اروح. الولد الطفل الضرير نعم راح يروح باكر. اي قبل التسعه هو هناك، روح انت وياه وانا تواصل وزاره الصحه. انا ما اعرف الولد هذا. روح انت بوجهك، عوف الولد، روح انت لوزاره الصحه باكر. اعطيني رقمك استاذ ياسر. اي خذ رقمك استاذ ياسر. الله يخليك. يعني انا صار 7 سنوات اعاني التنخر مفصل الايمن بالبدايه. على دوار الدوله. والنوب التنخر عندي المفصل الايسر. هسه عندي 3 متنخرات. يعني انا صار 7 سنين تربيع ما متربع، الوجع كاتلني، اروح اراجع. انا اناشد الخيرين، اناشد اهل الشرفاء بانه البس عمليه اني. زين زين. تبديل مفصل، زين تبديل المفصل عندي وانا ما عدو بالاجار. جوال عندي كوما. زين. واي عندي عرب وانا ابي لبلبيات انا ابي. زين الله كذا كان من 6 الصبح مفتح انا لحد الان بايع 1000 وربع. استاذ ياسر. زين وين من 6 ملايين انا 5 ملايين كل مفصل، انه مفصلين عندي انا. عمو اخذ رقمي وباكر الصبح تروح. تعال 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 ابو التيك توك تعال. صار تدلل تدلل. الله يسلمك. الله يخليك. سمي حماد. وين ابو التيك توك؟ المرور ما يخليك. بس صيحه 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 خلينا نشوف ايش فيه. تعال
وبعدنا ما طالع. وين بصيح حسن؟ ابو التيك توك اطبقها هنا. ها شبيك؟ تعال صباح الخير. هلا شبيك؟ هلا وسهلا بيك. شغل ماكو وقاعدين والله. اشتغل بس قليل 10 15 ما تكفيني والله العظيم. والله ما تكفي. ليش تشوفونه هيك؟ هاي صرف بنزين شغل ما بي. هاي بس تعب والله. تيك توك غير صدق بس تعب. بس تعب. الله يساعدك والله. الله يساعدك. الله يساعدك. هذا حال العراق. الله يساعدك. شلونكم؟ احنا بالرشاد هنا. ايه؟ خدمات ماكو. ايه؟ هاي ضعف الخدمات. بس عندنا الكهرباء صار اسبوع ماكو. المولد احترقت. صار اسبوع ماكو. اسبوع ايه؟ ماكو. ما عندنا. واحد في حمام لا عندنا. يا بسوي الكهرباء. الحواسيب طقنا ثلاثة اسمحني. ثلاثة عندهم. الثلاثة طوف فلوس يسووهن. ايه؟ احنا طابوا. يا ابو هاي رد من اوراق 20 ورقه اعطيناهم. قال لا ليش تو وياك عندنا مشترك. يا ما اوراقنا. قال لا ليش تو مشترك. وصل ذا بلا كهرباء ضاعوا نايمين ساكتين. حجي دوار المرور حتى نوضع دوار المرور. دوار المرور طبعا استبشرنا خير من راح لواء زهير. عيب عليكم استوحوا ضباط شايلين رتب. معامله تجي اصوليه. معامله اصوليه. طب دائره المرور يرجعها ضابط يقول له بيها فلانشي. روح بيها فلانشي. روح جيب او جيب 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 عاديه مال سياره. يطلع برا بنفس المعامله. ياخذها المعقب يرجع لنفس الضابط. يساوم مساوم المعقب. اعطيني 80,000 وامشيها لك. يرجع لنفس الضابط يمشيها لك. عيب عليكم استحوا ذليتوا الشعب. جبناها على المرور. هاي الصورة هسه حاليا دزونا اياها من قاطع مرور من موقع الغزالية. باعوها السيد مدير المرور العام. اطلع تابع شوف مواقعك ايش يصير بيها. شوف الغزالية. هذا موقع الغزالية. واوعدكم انه راح نطلع حلقة من عنده ونشوف العالم شنو السبب. الالاف المئات من المواطنين دي يراجعون. بس كلام راح نسهل راح نسوي. عجيب العصابات. عجيب 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 اللي ده يصير بالعراق. عصابات جات تنزل بالقيعان. قيعان الدولة صارت فرهوت. يجيب له عائدية مدري مين وكالة تزوير ويمشيها لابو الامانة. تعال وقفك عليها. تعال هاي القيعان هسه سيجوها. تعال شوف القاعدة مال الاتحادية هاي البرشات. عم زحمة وعيب عليكم. استحوا والله العظيم استحوا. انتم نواب تمثلون الشعب. ما نقدر نحكي والله العظيم وبالله الكريم. يكون بعونكم. والله يكون بعونكم. اصبح الخير. شلونك؟ والله الحمد لله زينين. شنو الوضعيه؟ والله بتكتك 3000 4000 نشتغل بيها. هاي شغلنا. ما بيها كل شغل. وين واحد يروح يعني يشتغل؟ زين. وين واحد يشتغل؟ عاش وكيله. جاك الواو وجاك الذيب. اها تركض منا وتجي منا انا. بعد. تعال. 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 والله. تعال شلون؟ لا بيت عندي، لا هاي كل شيء ما عندي. والله العظيم كل شيء ما عندي. عنده بيتي. اي ها؟ وعندي عندي تامة قاعدة يم العالم. كفيلك الله قاعدة يم العالم يمه. قاعدة يم العالم كفيلك الله. اي ما عندي عندي مال الرعاية. فد مال الرعاية عندي. فد مال الرعاية عندي. قد مال الرعاية؟ مال الرعاية طاني ينطوني 100 قاموا ينطوني 100 وما عندي كل شيء ما عندي. والله حتى الخوان طردونا. ماكو غير فد الله. كل شيء ما عندي يا يمه. لا ما تشوفوا اللي تشارى فدوة. فدوة يا يمه. انا امكم الله يخليكم يعطيكم العافيه. اشكرك. هلا بيك شم. هلا بيك. هلا بيك. ها شنو التتبيع اللاقي؟ ها؟ ايه. ليش هاي تبيعها؟ ابيع الوحده بربع. قد تطلع باليوم؟ طلع 3000. وعد عائله. يا تعال يا اللي يحكي. خلي الكاميرا تحكي. خلي الكاميرا تسولف. يلا تعال خلي الصوره تسولف لكم.
دنياك. هلا حبيبي. شلون استاذ؟ شلون الصحة؟ يعني احنا نتمنى من المسؤولين ان يباعون لهاي الناس الفقراء. بس هاي. يعني الفقير ما الا بس الله. نتمنى ما يخالف وخلاص احنا تعبنا يعني تعبنا ملينا يعني يعني شويه التفتون للناس الفقراء. وبالنسبه لهاي الاوضاع اليوميه اذا نسمع خبر جديد ها الدولار ارتفع ها كذا خبر كذا خبر خلاص احنا تعبنا تعبنا يعني شو وقت راح نرتاح شو وقت راح يعني يتغير حالنا ونكون حالنا حال هاي البلدان اللي عايشه. احنا الان ما عايشين احنا الان هاي مو عيشه يعني نطب بنفق ونطلع بنفق نطب بنفق ونطلع بنفق ونقول الله كريم وحسبي الله ونعم الوكيل على الظالم. اشكرك استاذ والله يوفقك. تعال يا بتاع. السلام عليكم. تفضل هلا بيك. تعال احنا للتكاتك المكافحه تركض ورانا المرور نطلق لنا هناك حصل لنا 6000 5000 مليون مليون تركض ورانا. لا لا مليون ولا 5000 يا 5000 لو تطلع لو لا لا وبنزينات لو ماكو ماكو يعني نطبق هنا المرور يطدنا نروح ليش نعبر من السيطره وقفونا يا باشا انت ليش ما تلتزمون يا اخي احنا ملتزمين هسه باشا واقفين لا هسه هاي العالم غير لا لا ما نعرف نطلع على عيشته ترى ليش ملتزمين هسه ايه. وليش المرور واقفين يطبقون عليكم ايه. القانون ايه. لان احنا موجودين احنا موجودين دوريات المرور طلعنا الحصري 5000 من موجودين احنا من تطلع الكاميرات تنزل المرور والجيش والشرطة والالتزام والقانون بس يعني خلي الروح احنا هسه يعني ياخذها تنقلب الدنيا ساعتها بالسيارة ساعتها بالسيارة تعال جيب 150000 يلا طلع التكت يعني ليش المرور من المرور يقول لك 150000 يعني لو وقفت هنا اسمع سيارة اللواء ساعتها لا عام المرور يعني تعال اسمع حضرة جنابك سيد لواء طالب اسمع اسمع مالت اخوي انكظر كلام العالم اسمع مالت اخوي انكظر و150000 يلا طلعناه وين ودانا شارع فلسطين النوب جابها ساحة مظفة والنوب دعانا الحسيني مع المعامل ويوميا يودينا المكان وقوة يلا 150000 طلعنا من نطيت اعطينا اهل مال المرور النيابة يعني رشوة لو لا لا مو رشوة هي غرامة على تكتك يا باش مسوي قال والله شو ما توقفون من عدل يا واقف العدل غطى على باب الله على باب الله يا باش نسوي هلا بي حبيبي ما فدوا لعينك انا مريضة يما هسه جيتك من هاي الولداية اللي هسه سمعت بيك يما عدي كله سويت لها عملية ميتة وتركت العلاج عند رائد محمود الساعد هذا اليوم من مطعم الساعد وما راجعت وهسه سوفان عندي كنا اكل ها رقبتي شمنا حاطه طوق ما اقدر ها وما عدا اي والله حتى فلوس ما عدا زين شو وقت تبدي تروحين للصحه تعرفين هناك وضعك شو وقت ما باكر استاذ اروح باكر مو يعني تروحين المكتب وزير الصحة وين صار؟ إلى مدير المكتب الإعلامي معتز أستاذ معتز أستاذ معتز بوزارة الصحة وزارة الصحة مكتب وزير الصحة تروحين هناك الساعة 8:30 أنت هناك وزير الصحة وين أركب على وين أركب؟ يما هسه يدلوك الولد هسه يدلوك هسه أهلا بك أهلا بك ها أنتوا هم علاقة تبيعون؟ لا لا ما يبيعون علاقة وأنت شو تبيع؟ أنا سايق تكتي ذميله تعال شنو وضعك؟ والله وضعيتي تعبانه هو احنا كل احنا الشباب وضعيتنا تعبانه اول شيء تك تك عداني لا لا عودة اي استاذ والله تعبانين وضعيه تعبانه خصوصا احنا هاي مناطقنا هسه احنا مو هسه احنا نجوز نشتغل نطلع لنا خبزه بس اكو غيرنا حيل تعبانين لاكو دوله تباوع لاكو عالم تباوع هسه جتنا الانتخابات يا الله راح العالم شو تسوي؟ كل من يركض هسه اجى دور المؤسسه لا البطانيه المؤسسات هاي نوب اكو ذن امهات المؤسسات النسوان كلها كوسترات ويروح عن الربع عن الساده اي بطانيه دجاجه اي لو دجاجه لو ظرف هيك ب 25 لا تطلع 10000 بس وقعونا بس انتخبونه اي والله العظيم وراح تنتخبوهم اي ننتخب والحسين ينتخب ونفسهم نفسهم وترام راح تنتخب بنفسهم؟ ايه يلا قرت عينك اي والله لا تونس بالتك توك مالتك اي لازم تونس وخلي دقك الفقر والضيم جو يعني انتخبهم نفسهم او يعني يسوي النحل غير تقول لي صار لنا ايش قدك كم سنه بسنه؟ 6000 راح تنتخبهم؟ يعني نفس من نفس هاي الدوله الفاشله ايه هم يجينا واحد جوعان هم ننتخبه هم يطيق يروح يشتري له فيلا بذنيك الدول ويعيش واحنا نظل هاي ظلتنا شنو يعرفني
هسه انت راح تسمعني. اقول لك انا قرايبي العده او مو نقول جيراني او نقول وزير، هو العده ما يشوف ابن عمه وابن خاله. انت تريد وزير لو ابن دوله يباوع على هاي العالم الفقره؟ هسه انت نفسهم راح تنتخبون؟ انا بالنسبه لي لا، مو نفسهم، بس قاعد اقول لك هذا الوزير اللي يجي يقولون هذا شريف ونزي، راح شو يسوي؟ يشبع نفسه، عائلته، يشتري له كم فيلا بخارج الدول، وظل نفس القضيه. يعني وضعيه تعبانه، عود احنا شنو نسوي يعني جديد؟ ماكو شيء جديد. اكو عالم بالمثل، كل من تابع لهذا الحزب لازم ها تعال لهذا الحزب خلينا ننتخب. هذا الحزب لهذا الحزب ننتخب، ترى ما نصير ابد. ما طول عندنا احزاب. الله يكون معك. ايه شكرا. شلون روح تقدم؟ شلون صح؟ الله يسلمك خالد. خال انا عنده طلب. ايه خادم. شو تبي الدولة؟ ايه. احنا طايحين بعصابة. عصابة طايحين بها يعني. ايه. ايه والعصابة كل من يقول هاي الدولة والهاي الدولة يعني منتمي، ما حد يكفهم. واشتكوا من العشائر. والله ما شنو بس وضحي لي شلون يعني؟ يعني العشائر ما تحكي الحق. والله ما ادري شو اقول لك. ما ادري يعني قضيتك شنو؟ احكي لي قضيتك. قضيتي يعني انا طلاب عشائريه وما تدخل بها العشائر، مثل تتدخل تمنحها الاحزاب. يقول لها من تتدخلك تلنك. شباب عيب ما تقدر؟ لازمي. حاكي الداخلية. ها؟ حاكي الداخلية. اي داخلية خالص. حاكي الدفاع وحاكي الداخلية. القوات المسلحة. احنا طايحين بطلبة عشائرية والعشائر ما تتدخل، من تتدخل تمنحها. يقول قسم يقول احنا العصائب وقسم يقولون احنا تابعين للسراي. واللي يتدخل يقولوا له انت لحقك ونكتلك بس احكي. والطلبة صار لها 5 سنين. والناشد الدولة والخيرين والطيبين يحجون الحق. بس هاي اللي اريدها، لا جوعان ولا عطشان. يلا بعدهم ومشكور. هلا بيج. هلا بيج. هذا حال العراق. تعال عمو تعال حبيبي. ذبع ام الوقت. ها يا ابي. شلونك؟ شلونك عيني؟ صباح الخير. هلا هلا ابو ياسر. شلونك؟ شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ شلونك زين؟ اخبارك؟ الله يخليك. سنة سنة المعاملة مالتي من المسألة والعدالة. ويجيك لافين الف. زين. على الموقف الأمني؟ لا الموقف الأمني جت بس المسألة والعدالة سنة كاملة. ايه. 11/2/2020 وصل اليوم 15/12/2020. كل ما أروح لهم باكر، كل ما أروح لهم بعد شهر. هاي وحدة. وأنا ناب الرشاد ذاك اليوم طقت هاي المطرة، طقت علينا المجاري، طلعوا جالي بالمي. اروح لهم البلديه يقول على الله وجهالي غرقوا. لا شنو شغله؟ يقول والله مو ويلك. يقول روح على الله. يابو البلديه هذه. هاي البلديه مال الغدير. رحت لهم يقول انت والله وعد اثنين بنت ابني عمرها سنه مطبعه بالمي. بالمي العالم تنقل وياي بالطشوط بالمواعين تنقل ونطلع المي. وانا ماجره ب 250 الف وعايش على التولات والسلقات. من الى 21/7/2009 مصوب لحد الان كلش ماكو. اروح لهم بعد شهر بعد شهرين مليت حتى الكروه مو عندي. ذاك اليوم رحت ظلوا بدون اكل ميتين من الجوع والله. وعك هذا ربك شغل ظلوا بدون اكل. زين وهذا شغل قدامك. اذا هاي السلقات هذا شو بدون انت كل ما تجي تقال لنا سلقات 20 ابيع ب 500. وهذا الكيك وهذا الكيكات عايش لي 8 نفرات ومأجر 250. هسه ابو المساله والعداله طلع المعاملات مال العالم خليت تروح خليت تروح حكومه اغسل ايدك. راح مصطفى الكاظم اتفق ويا ابو مصر يجيب العمال المصريين يشغلهم هناك. هذا الشعب لا هذا يقول لا ما يشتغلون. هم هذول ما يشتغلون؟ ليش ما يشتغلون؟ خليهم يشتغلون بالمداري بالتبليغ. الشعب ذاق الجوع والفقر. لا اتفق ويا ابو مصر ويا ابو السعود ويا ابو تركي يقول ما تجيب ذولاك الكادر احسن من هنا. ايش في هذول ما يشتغلون؟ يا ما يشتغلون من هنا ممكن هم يشتغلون. ابو التكتك يركضون برا. ابو التكتك يوقف هنا ياخذ الكروه وركضوا برا. وصعدوا هلا بالكرين وظل ونزل وظل يتوسل زين وظل هذا ابو التكتك ماخذينه وجايبينه. رطبتش يا نخله كل يوم. راح حق العمه مصور الكاظم خليه يطلع احسن له. راح اتفق له ويا ابو مصر وعلى باي العالم ما يدمني الجوع. هسه ابو المساله والعداله دير بالك على العالم خليه يطلع. هسه ماكو. والله اعطونا طحين ما ينخبز. يعني وكيل ما ابي الحين من راح اشرب منه شكر شاي زيت طحين
وين قاضي؟ وينها على التتبيع؟ اي وين؟ زين ماكو. انا جيت منتشر ماكو؟ ماكو والله من العام الشهر الثاني. بس ماكو. تعت وياه قال لك اعطيني، يجيب لك طحينات قال اعطيني 10، اعطيني 8. هاي ابويا العشره ماشي. اي جبت لك حصه كامله، ولا هي الحصه كامله. يا عمي. شنو عموه؟ شركة الفرهود العالمية. يا هي شركة الفرهود. والله حكومتهم الفرهود. شنو قايل؟ هاي اكبر شركة بالعراق. شركة مو محسنة هاي. اي بالعراق. اي. سادات المرة راح يجي للانتخابات دجاجة وبطانية. هاي شنو هاي؟ هاي انتخبني اخوي صدق جديد. دجاجة وبطانية. دجاجة وبطانية والله وهاي المدرسة موجودة مال رجال. راح تنتخبي؟ لا ما انتخب. يجيب لك دجاجة لا ما اريد انا ولا انتخب ولا اروح. حتى البطايق لبيت المارو. البطانية تغطي كامل عام. لا لا البطانية تغطيني من هنا وهيك. وهاي من هنا ماكو كاتل للبري. والله وهاي يعني رجيناتي لعبة. اي تنتخبني اخوي ويجيني من قطاع واحد من الاولى. ما اعرف ولا شاب يقول تعال انتخبني. يصعد وانتخب. وتروح تدق لبابك قال لك انا ما شايفك والله انت منين جايني؟ روح انا ابو البطانيه. طيب اي قلت هاي البطانيه والدجاجه ما تدق الدجاجه. اي قال لك هذا حسن حاضرين والله شيخ وانت من يصير انتخابات اخرك واقول لك تعال اوقف واجيبك واقول لك اوقف لا تصور بالكاميرا. البطانيه من نمر؟ لا لا هاي كاتبين عليها اسمها عراق واحد. كهرباء ماكو. اي لا كهرباء ولا مي. وصل عندنا البوري طاق والله تعال مسلسل وديك هذا البوري طاق بوري مال مي بوري مال مي طاق ما يرجع ابو البلدي. ها وين البطانيه والدجاجه يمشون؟ اي اي هي جت انتخابات محضرين شفت هاي الصوره من طبق؟ ايه هذا اللي لابس خاب ايه؟ وهذا محضر هذا ابو البطانيه والدجاج هذا هو نفسه. اي هذا نفسه نابو خلاف ومن كنت وياه قال اكتب لك ورقه بعد لا تجي للسوق بطلت حالتك بخطر يجونك هنا يهددونك ويرعون هاي العصابات مالاتهم. اهل البطانيات. اي اهل البطانيات. اي كان من حاطينهم حكومه مال بوك. اي من مو سنة. عمو قال لك اسمها الشركه هاي القويه شركة الفرهود العالميه. هاي شنو هاي الشركه؟ هاي شركه محسنه هاي للفرهود. وين هاي وين وين الحكومه بالكامل هناك حاطينها مالتهم الحكومات المتعاقبه على العراق وعلى العراقيين المظلومين. ايه الحكي ما كله ثور جد حكينا ما يفيد الحكي او المثل اللي خلى شيء ما قاله. ايه كنت جيت ادور الفايده لقيت المصايب زايده. يما حسين كنت بوحده صرت بالثنين لا ضالين على مطينه الاول يا احسن ذاك زقاته جلكم الله لكن ما يسقطها كان يصير قدامه بس لكن صاير على صفحه ما له شغله فيه بس يصير قدامه يا شعليه وعلى الحكومه ما ادري شنو هو شو اسمه هسه انا ابويا ما نعرف يا ابني ما ادري وزير خذ تجيك زقطه ابويا رحمة حال العالم حتى الله يرحمكم والله راح توقعون بشده اللي ما تخلصون معها ما طول ما ترحمون العالم وتالي ها وتالي اراد لنا تغيير عمي تغيير احنا الشعب الشعب جبان شعب جبان انا احكيها قائد مستتر وشعب جبان ايوه عاد نسوي الشعب ما تقول هو بالتحرير هو بيده ما يخالف بيده لا دير وبطانيه وش اسمه ودجاجه يروح ينتخب وتالي هذا يظل الشيس وانتهى باقي كل جمهور اه بيع ما يجي قايل عندي 11 نفر شوي على التعليقات ونروح شايش من عندهم ال 11 نفر من بينهم ما يجي قايل شباب لا شغل لا فلك يعطونا راتب مال العرايح مو رعايه مال العرايح عرايح مو رعايه لا قد يعطون 150 الف 150 شهرين لا خلاص سواها كل شهر كل شهرين 300 بس ال 300 10 11 نفر بشهرين نفر ما تعيش اعمل الله والدي يا ساري اعيش لازم عليك هذا ابو المساله والعداله سوي لقاء ويا انت فرق يوم قل له يابا مشي المعاملات مال العالم سنه كامله يعني البراءه يمشونه وانا ضر ان شاء الله ان شاء الله احنا نطالب حكومه الكاظم يعني يحسن الوضع تختم لنا يا ابي يا مثل ها ينطبق على العراق يا مثل والله العراق ها لا 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 خلي يولي صدام لا احنا ما نقول ما نقول صدام زين اقول لك اسمع اسمع والله اسمع احنا ما نقول صدام زين صدام مو زين لا مو زين لا والله انا 17 واحد نعزمه من عندي من ورا صدام غير يمشي عوج لا ما يمشي عوج بحسب الدعوه هو حسب البلوى هسه صار هم اللي جو نفسهم نفسهم هم حسب البلوى والله ما زين ترحمهم والله حسب البلوى انا اسمي حسب البلوى قبل ابتلت العالم وهسه هم ابتلت مصطفى الكاظم هو كان شنو؟ عم الرجال احكي عن دليل الله احكي عليكم السلام 100 الف شلونك؟ انت شلونك؟ بخير والله من وراي الدولة والله العظيم يا خير والله خير كل شيء ماك من وراي الدولة والله العظيم يعني شاب وعيت للدنيا لا شغل لا عمل لا هاي جبت تكتك هنا حجز 200 هذول الواقفين
ذاك يوم اخذوني هنا بالكرين 200، قلت له ما نعطيك 200، قال والله 200، قلت له زين ابوي بس عنده تقاعد بس واني على عائلتي انا ما نعطيك 200، هاي قال 200 تعطيني هنا يلا تطلع، قلت له متجوز عليك جايك برون متخالف هاي، قال لا لا شنو هاي 200 200 قال شلون طابك ورايح تشتغل، قلت له شلون غير اروح اجيب كراو من السوق حبيبي يردون 200 زين يا سان يعني شاب يعني اذا بيت التكتك بالبيت عساب حظه منبخطم جاي يطلع عماله بالخمسة الصبح ارجع بالاربعة يعني يقبلونها هم كل واحد راتب اشقد مليونين وجاي علي انا بالتكتك هذيك تمشي شاورها بالبيت والحسين جاي يطلع عماله يعني شاب وهاي جاي يطلع عماله الله ينتقم عليهم اي والله بجاي الحسين وحق الحسين يعني وذاك اليوم برمضان هي سفرتهم ممدودة اشقد ايش كبرها يقول لي والله 200 قلت له ليش 200 اعطيك كان تصوم وصلي وش قديش كبرك مو كبر ابوي هاي شوف يعني ما عندي قلت له قال والله اضربها هنا قال تعطيني 200 تاخذها دبرت له منها ومنها داينت له هاي وطلعتها ورحت والحسين الله يكرمك الله يشكرهم انا اشكركم انا اشكركم من وسط حي النصر من وسط ناسنا واهلنا كنا معكم لمده ساعه الرشيد والناس تظرون باشر إن شاء الله بحلقة جديدة في مال الله